بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. شيء جميل وشيء رائع لما تبدأ الحلقة بذكرى انتصار أكتوبر، ذكرى انتصار أكتوبر المجيد. بسم الله، الله أكبر، بسم الله. طبعا أغنية كانت من الأغاني الجميلة والأغاني والأناشيد الوطنية اللي كانت وقتها بخصوص انتصار مصر في هذه الحرب العظيمة. ذكرى مر عليها 46 سنة، لكن كل يوم أو كل سنة بنتذكرها وكأنها كانت بالأمس، لأنه حدث لو تعلمون قد إيه هو عظيم، حدث كبير، رج العالم بأجمع، رج العالم كاملا. الكل كان بيتكلم عن هذه الحرب بتفاصيل، بموضوعات، بخط بارليف اللي كان من الصعوبة والاستحالة أن أنت تتخطاه وتعدي للضفة أو تعدي للجبهة التانية. ده فيما معناه بيدل أن الجندي المصري معدنه أصيل، الجندي المصري ليه كده أفكار أو ليه تفكير أو ليه عقلية مختلفة تماما عن أي جندي، أو عقيدة الجندي المصري تحديدا مختلفة شوية عن أي جندي أو أي جنود في مكان تاني. لكن وحتى الآيات القرآنية، حتى القرآن الكريم، يعني الجندي المصري خير أجناد الأرض، يعني حاجة عظيمة جدا لما بتتكلم عن ذكرى انتصار أكتوبر. وحتى بتعجز الكلمات عن وصف هذا الحدث، مهما كان أو مهما قلنا من كلمات هتبقى صعب جدا نوصف هذا الحدث بقيمته وعظمته وقدرات القوات المسلحة العظيمة على أنها قدرت تسترد الأرض والكرامة وعظمة مصر. كمان عظمة مصر مش في الحرب بشكل عام أو انتصار مصر عشان تسترد أرضها، لا، عظمة مصر في معدن القوات المسلحة وفي معدن المواطن المصري، أنه إزاي قدر يستحمل عدد من السنوات وكان في حرب استنزاف عشان تقدر في النهاية أن يكون عندك العقيدة وعندك الإيمان أنك لازم تسترد الأرض، لازم يكون لك مكانة، ولازم اسم مصر دايما يكون كبير وسط العالم. وفعلا مصر دايما كبيرة وعلى طول كبيرة أمام العالم أجمع. فهذه الذكرى الطيبة والذكرى اللي كلنا بنفتخر بيها. شباب مننا كتير طبعا ما حضرش ذكرى 73 او احداث اكتوبر او طبعا هذا الحرب العظيمه، لكن في نفس الوقت كان لنا جنود كان لهم دور كبير جدا في هذه الحرب.
طبعا على المستوى الرياضي كلنا الجنود طبعا بيشاركوا في الحرب، وطبعا الرياضة تحديدا طبعا أحداثها وقتها ما كانش طبعا ليها الاهتمام، لأن بالتأكيد كان عندنا موضوع أكبر، موضوع أهم، وإن إزاي نسترد الأرض وإن إزاي نسترد العزة والكرامة خلال الفترة اللي جاية. عشان كده أنا معايا على التليفون واحد من هؤلاء الجنود، مش هقول جنود مجهولين لأن كلهم كانوا جنود معلومين بالنسبة للشعب المصري العظيم، كابتن فكر صالح، أو لما بنتكلم على الحرب ضابط صعقة. الكابتن فكري صالح شارك في حرب اكتوبر عام 73 واحد الجنود البواسل في قواتنا المسلحه. كابتن فكري ازي حضرتك وكل سنه وانت طيب. محمد ده شرف عظيم ليا ان اكون مع حضرتك. يا فندم ده شرف لينا احنا. اعرف انك انت رجل وطني بالمقام الاول، وشرف عظيم ليا ان اكون في قناه النادي الاهلي قلعه الوطنيه. ويكفي ان انا اقول حاجه بسيطه، ان في حرب 73 لما الشعب بروح اكتوبر النادي الاهلي اعلن التبرع بالدم، في 10,000 واحد عشان يتبرع بدمه داخل قلعه النادي الاهلي. قلعه الوطنيه. فيعني شرف عظيم ليا في هذا اليوم. ويمكن انا حاليا باخد دايما اجازه 24 ساعة وأقول أنا استراحة محارب قديم، لأني يمكن أنا ما خدت فايد، وده الأول مرة في حياتي أقوله لأي حد. أنا بفضل أقوله معاك. الذكريات اللي جات بعد الانتصارات العظيمة حصلت بعد مسحل الطيران، وكانت إسرائيل بتنهار، حصلت موضوع الثغرة في الاتصال. تمام. هي المنطقة دي على بعد كيلو ونص مني من المكان اللي أنا فيه، اللي بقضي فيه استراحة محارب، لأن كان لها ذكريات عظيمة جدا. مشكلة حرب 73 أو ذكر انتصار 73 يا كابتن محمد، مش موضوع حرب أو مباراة. كانت بعد نكسة 67 في انكسار في العالم العربي كله، وفي الشعب المصري وفي القوات المسلحه، وبالذات احنا، لان للاسف احنا ما حاربناش في 67، لان كان في قرارات على مستوى الاعلى اتخذت غلط، فبالتالي الجندي المصري لم يحارب حرب 67، فكان جواه مرار كبيره جدا، ومنتظر اليوم اللي عايز يرجع الكرامه تمام وللعالم العربي ككل. واحنا كفرد، وبما اني فرد من افراد القوات المسلحه المؤسسه العسكريه العظيمه، مش عايز اقول لك احنا والمجموعه كلها اللي كنت بفتكر ان انا احد افرادها، وكنت ضابط صغير في التوقيت ده، كلنا كنا بنسعى الى الشهاده، لان احنا انت عارف شعار القوات الخاصه والجيش ككل النصر او الشهادة. فهي ما كانتش كلمه، والله يا كابتن محمد كنا بنبقى رايحين وكلنا عايزين الشهاده قبل النصر، وكان ربنا بيدينا دايما الحمد لله النصر. طبعا لنا ذكريات كبيره جدا مش هنقدر نتكلم عليها لانه عايزه وقت كبير، لما انا عايزه حلقات الاجيال الجديده اللي هي مش عارفه يا كابتن محمد بالظبط، مش عارف. يمكن انا بخاطب دلوقتي القلعه بتاعه الوطنيه، اما بنقول الروح النادي الاهلي. تمام. يعني احنا دايما او عندنا بنقول او عندكم في القلعه الحمراء بتقول روح النادي الاهلي. انا بقى بقول انا محتاج روح اكتوبر للجيل الجديد. وانا اسعد واحد في الدنيا لان هيشوف النهارده فيلم، الفيلم ده جزء بسيط من العمليات اللي كانت في حرب الاستنزاف للقوات الخاصه او قوات الصحه. يكفي ان اللواء ابراهيم الرفاعي رحمه الله عليه عامل لوحده يا كابتن محمد 95 عمليه فدائيه. واستشهد وهو طايف في رمضان. وعمليات كبيره جدا. انا سعيد ليه بقى؟ لاني انا النهارده بعد الفيلم ده ابدا اشوف روح اكتوبر ترجع لجيل جديد. روح اكتوبر اللي خلت الناس، اولا جميع القوات العسكريه قالت ان خط بارليف محتاج قنبله ذريه، لن يستطيع احد ان يجتاح خط بارليف.
اولا عماره 12، يعني تخيل عماره 12 دور يا كابتن محمد، صعبه. طب العسكري هيطلع فيها ازاي؟ محطوط في انابيب نضال في القناه، بمجرد اي حد يعبر هتتفتح نار. طب مين اللي هيعدي في وسط النار دي؟ الدوشن بتاعتهم ما اثرش فيها اي مدفعين ولا اي حاجه، لانها معموله في خرسانات معينه كانت بتيجي بالطيارات تتركب، ويمكن ان في اكبر من دوشمه موجوده اي حد يروح يتفرج عليها. الانسان هم ما عملوش حساب الانسان المصري البسيط، يعني لا هي بالسلاح اللي كان عندهم ولا بالتطور التكنولوجي ولا بالكلام ده. عندنا الانسان المصري اللي لما بتطلع الحته الوطنيه بتاعته ما بيقفش قصادها اي حاجه. هل تتخيل ان لم يتم تلقين اي احد من العساكر او الضباط ان تقول الله اكبر؟ لما مجرد ما الطيران عمل الطلعه بتاعته ساعتين وخمسه يا كابتن محمد، كل الناس الله اكبر من جوه القلب. كلمه الله اكبر زلزلت، انت خدت خط برليك في ست ساعات. يعني اللي العالم كله قال فيه عايزه ولا قنبله ذريه تقدر، وان اي قوات هتحاول تطلع عليها هتبقى خساير سابحه ومش هتستطيع. والفكره كمان يا كابتن فكري، الفكره نفسها في تحطيم خط برليف، يعني الفكره في حد ذاتها وباقل شيء ممكن اي حد يتوقعه مهما كانت قوه حتى افكارك او مخابراتك او من الدول الاخرى، لكن فكره وعقيده واستطاع الجندي المصري او حتى القوات المسلحه ان هي تتخطى خط برليف بافكار عظيمه جدا، رغم ان الفكره في بساطتها لكن كانت فكره عظيمه انك تقدر تتخطى هذا السد المنيع زي ما قالوا طبعا على حد وصفهم. ما انا عشان كده بقول يا كابتن محمد الروح القتاليه، انا بتكلم على روح اكتوبر، ودي اللي انا عايزها دلوقتي، لان للاسف احنا بنحارب دلوقتي حرب اكثر من حرب 73 يا كابتن محمد. ليه؟ مظبوط. انا في 73 العدو قدامي، عارف الدشمه بتاعته فيها ايه؟ اقدر اتحرك ازاي؟ لان من عظمه القيادات اللي عملت هذه الحرب، كل فرد صغير من اول عسكري لغايه اكبر ضابط، كل واحد كان عارف بتاعه هيعمل. انما انت في حرب دلوقتي ما انت شايف العدو بتاعك، انت بتعمل عمليه جراحيه، لان للاسف العدو بتاعك مستخبي جوه ناس كتيرة، او يطلع من ناس مش بتحارب، ناس جبانه، بس قصه ثانيه خالص. حرب افكار، حرب الكترونيه، حرب مختلفه تماما. لان العسكري اللي بيحارب ده بدمه. اتفضل يا كابتن فكري. العسكري اللي بيحارب بدمه بيقبى اما يلاقي الجبهه بتاعته ورا مش معاه، بتفرق كتير معاه نفسيا. انا هقول لحضرتك حاجه، انا من مصاب العمليات في 73، بس انا بحكي حاجه مش عشان اقول ان انا مصاب، انما انا خدت ثلاث طلقات وشايفه لم احس بيهم يا كابتن محمد لمده ثلاث ساعات، والاظرون غرقان دم. ليه؟ الروح اللي جواك اللي هي روح اكتوبر اللي انا عمال اتكلم عليها، اللي انت لما تيجي تتكلم تقول روح الفنان اللي في النادي الاهلي، انا عايز روح انتصارات اكتوبر ترجع تاني في الوقت ده، استفيد من هذا العيد، ما تبقاش اغاني تتقال. وانا عشان كده سعيد جدا ان فيلم الممر ده هيعمل تغيير كبير جدا حقيقي، لان الناس مش عارفه حقيقي، اجيال طالعه مش عارفه حرب 73 ولا اللي حصل فيه. فاتمنى من الله يعني ان انا بامل ان بعد الفيلم ده هتتغير حاجات كثيره جدا بعد ما الناس تتفرج، لان دي عمليه حقيقيه من احدى العمليات اللي كانت في الفيلم. يعني حتى مش هقول سر، اللي هو نوح هو اللي احمد عز في السنترال كسر السنترال والكلام ده، دي حقيقه، كل حاجه في الفيلم دي كانت حقيقه. الواقع لما نزل وكان في اجازه وشاف حاله الشارع وراي الناس. ايوه. وقال انا بقول حتى ليا الحق ان انا بقول اسمه ده، اللي هو نوح كان في المجموعه 39 صعبه، وكان من يعني انا يكفي زي ما قلت لك يعني عندك سياده العميد احمد مالكي رحمة الله عليه، عامل عمليات يعني لو الشعب المصري عرفها مش هيصدق.
في قصص، في قصص وحكايات في حرب اكتوبر مجلدات، ناس عظماء في مصر لازم يطلع عليها الصوت ان الناس تشوف. ده حقيقي، ده اللي انا اتمناه يا كابتن. ده حقيقي يا كابتن فكري، انا اكتوبر ترجع يعني، لان هتفرق كتير للشعب المصري. دي حاجه مهمه جدا، وانا بشكرك يا كابتن فكري بجد، لان حضرتك ذكرت جزئيه مهمه جدا. روح اكتوبر تكون هي الروح ما بين الناس في الشعب المصري، في الشارع، في اي مكان، عشان نقدر نجتهد ونشتغل على الفتره اللي جايه، لان الفتره اللي جايه محتاجه شغل كتير جدا. ودايما تاريخنا مليء بالانتصارات، تاريخنا مليء بالانجازات، فلما نستحضر التاريخ في المستقبل هنقدر نمشي ونستمر ان شاء الله بشكل جيد للمرحله القادمه. انا بشكر كابتن فكري صالح، بشكرك شكرا جزيلا، وكل سنه وانت طيب، وكل جنودنا وكل القوات المسلحه بخير يا رب، ودايما كده مصر رايتها عاليه، مصر رايتها مرفوعه في كل مكان في العالم. زي ما انتم شايفين طبعا، يعني انتصارات اكتوبر حاجه مهمه جدا وحاجه مميزه، دايما بنفتخر بهذه الحرب العظيمه، ذكرى استرداد الارض، ذكرى استرداد الكرامه، العزه، كل شيء مميز، كل شيء رائع ممكن تقوله عن قواتنا المسلحه والجند المصري والشعب المصري. وقتها كانت فتره صعبه جدا، لكن عقيده المواطن المصري والجند المصري والروح والعزيمه والاصرار حبا في تراب هذه البلد، انك لازم تنتصر، لازم ترجع الحق الارض، لازم ترجع لمكانتك الطبيعيه، لازم تكون من افضل دول العالم. مصر مكانتها كبيره جدا، مصر مركزها في الشرق الاوسط وفي العالم لها قدر كبير جدا عند دول العالم، الكل بيقدر اللي عارف قيمه مصر كويس جدا بيقدر قيمه هذه البلد بشكل رائع. اللي عارف مكانه مصر بيعرف كويس جدا يتعامل مع الدوله المصريه. لذلك الفتره اللي جايه ان شاء الله ذكرى انتصار اكتوبر، مع كل سنه الفتره الجايه ان شاء الله تكون افضل وافضل، لان مصر بالفعل تستحق ان هي تكون موجوده في مكانه افضل خلال الفتره اللي جايه. دي كانت البدايه والحديث عن ذكرى انتصار اكتوبر للعام ال 46 منذ انتصارنا عام 73. طيب، النادي الاهلي بيستعد بالتاكيد للمرحله القادمه. خلاص زي ما قلت امبارح، دي استراحه محارب، فتره 13 يوم للاجنده الدوليه للمنتخبات الوطنيه او للمنتخبات اللي عندها تصفيات افريقيه او تصفيات في قاره اوروبا، هي استراحه محارب بالنسبه للنادي الاهلي. استطاع في مرحله سابقه تجميع 9 نقاط من 3 مباريات، احراز 10 اهداف، تاهل الى دور ال 16 دور المجموعات في بطوله افريقيا، الفوز بالسوبر المصري على نادي الزمالك غريم هو التقليدي، فبالتالي المرحله الاولى نسبه النجاح فيها 100%، نسبه النجاح فيها الاهلي بيتفوق بنسبه 100%، 10 على 10 في المرحله الاولى من بدايه هذا الموسم. لكن المرحله الثانيه مرحله مهمه جدا. ليه مهمه؟ لانها بتبدا بمباراه الزمالك، مباراه القمه امام نادي الزمالك يوم 19 اكتوبر. مباراة في حد ذاتها هي مباراة ضمن مباريات الدوري العام، مباراة ب3 نقاط، لكن ديربي أو كلاسيكو خاص، مباراة ب3 نقاط لكن لها حسابات خاصة. المباراة هتديك دفعة قوية جدا، واللي ادتك دفعة بعد الفوز بالسوبر، فهتكمل الدوري بشكل متميز، هتخش على بطولة إفريقيا وأنت ماشي في الدوري بانتصارات محلية، فتبقى هناك روح وعزيمة وهدوء وتركيز للمرحلة القادمة. كل ما بتكسب مباراة بتقف على أرض صلبة وبتزداد ثقة الجماهير في الجهاز الفني وفي اللاعبين، وانت الموسم لسه طويل. انا بقول الجزئيات دي مهمة جدا ليه؟ لان كمان الجهاز الفني خد قرار مهم جدا، ان حتى بعد ما كان عودة الفريق من اسوان وكان ممكن يكون فيه اجازة يوم او اتنين، رينيه فايلر حتى لما كان احتمال ياخد اجازة او يسافر هو بشكل شخصي 48 ساعة او 72 ساعة ثم يعود لقيادة تدريبات الاهلي، فكر بشكل عملي وعلمي كويس قوي للمرحلة الجاية. قال أنا عندي 7 موجودين في المنتخب الأول أو 6 بعد إصابة السولية وعدم وجوده في المنتخب، يبقوا 6 لاعبين، وعندي 4 في المنتخب الأولمبي وفي 2 مصابين في الفترة اللي جاية، سواء السولية محمود ده متولي أو أيضا كمان كريم نيدفيد، في استعادة شيفا وتجهيز لمحمد محمود وسعد سمير في الفترة القادمة، في بقى مباريات ودية أو احتمال تكون في مباراة ودية عشان نشوف صلاح محسن ووليد أزارو ووليد سليمان واللعيبة اللي ما كانتش بتشارك على فترات خلال الفترة الماضية. فبالتالي شاف ان الفتره اللي جايه لا، محتاج ان يكون في تجهيز وشبه معسكر كده للعيبه اللي ما كانتش بتشارك بشكل منتظم في الفتره السابقه. حصل روتيشن وحصل استعداد وتجهيز، او الاهلي شارك بحوالي 22 او 25 لاعب في كل المباريات اللي فاتت، لكن في نفس الوقت كانت على فترات زمنيه مش متساويه مع اللعيبه الاساسيه اللي لعبوا وتحديدا اخر 2 3. فبالتالي قال لك لا، انا عندي 13 يوم اقعد واشتغل
واشتغل مع اللعيبه في الفتره اللي جايه واجهز كل العناصر اللي عندي، كمان صالح جمعه يجهز في الفتره اللي جايه عشان يكون موجود مع العناصر الاساسيه في الفتره الجايه، وليد سليمان عنصر اساسي، كل اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك بشكل اساسي تكون موجوده في الفتره الجايه، اجهز كمان سعد سمير ومحمد محمود للفتره الجايه، كل ده مهم جدا، وده بيدل ان رينيه فايلر مركز جدا قوي قوي هو والجهاز الفني في المرحله اللي جايه. كمان في مباريات لفريق الشباب في الفتره الجايه، محتاجين كمان نتابع فريق الشباب، ممكن نصعد لاعب او اثنين في الفتره القادمه، ممكن في فتره سابقه تم تصعيد 4 لاعبين بعد حديث تم بين رينيه فايلر مع الكابتن عمرو انور، وبعد ما كان موجود 4 لاعبين في الفريق الاول ورجعوا فريق الشباب تاني تم استدعاء 2 منهم عشان يكونوا موجودين لفتره اطول مع الفريق الاول في الفتره اللي جايه. فبالتالي لا، في استعداد بشكل كبير، وربط العمل ما بين فريق الشباب وقطاع الشباب مع الفريق الاول عشان كمان يكون في استحداث ودخول عناصر شابه وعناصر جديده في الفريق الاول مع القائمه والسكور الاساسي في الفريق في الفتره اللي جايه. انا عايز اقول على جزئيه كمان مهمه في عقليه او عقيده رينيه فايلر مع النادي الاهلي. في سؤال اتسال لرينيه فايلر في المؤتمر الصحفي في مباراه اسوان، يمكن عدى على ناس كتير. الراجل لما اتسال رايك ايه في مدينه اسوان، طبعا اسوان مدينه ساحره، ساحره الجنوب، مدينه خلابه، مناظرها غير طبيعيه، اسوان من المدن اللي بتحب تقعد فيها، يعني مدينه يعني شعب وجمهور وناس يعني فوق الوصف بصراحه. لكن رد رينيه فايلر كان رائع جدا. الراجل رد قال انا مش جاي سائح، انا جاي عشان اشتغل واعمل شغلي. هرد على السؤال طبعا، مدينه جميله وانا شفت مناظر خلابه في مدينه اسوان، وبجد انا منبهر باسوان كمدينه وكشعب وكجمهور حاجه فوق الوصف، لكن انا مع النادي الاهلي جاي عشان اشتغل، جاي عشان اعمل شغل مع فريق الكوره، مش جاي عشان ابقى سايح او جاي ازور مدن وادي انطباع عنها بشكل عام. طبعا في طبيعه السؤال احنا يهمنا طبعا نسمع راي المدربين الاجانب عن المدن السياحيه في مصر، ده مهم جدا للترويج السياحي، لكن ده بيكشف لي كمان عقليه وعقيده المدرب اللي بيقود تدريبات النادي الاهلي. الراجل ما بيهزرش، الراجل جاي عارف الهوم ورك بتاعه هيشتغله ازاي في الفتره الجايه، وعارف طبيعه عمله في النادي الاهلي، وعارف طبيعه المكان اللي بيتولى تدريبه في الفتره الجايه. شخصيته قويه جدا، وشخصيته بتنعكس على اداء اللاعبين في الملعب، حتى في احاديثه الجانبيه مع اللاعبين الراجل بيثني بشكل كبير جدا على استيعاب اللاعبين لفكره في الوقت القصير ده، وكلامه واثنائه على اداء اللاعبين ده بينعكس بالايجاب حتى على اللعيبه في المباريات في الفتره القادمه. وبرضه ده ان دل على شيء بيدل على الروح اللي موجوده داخل صفوف الفريق اثناء المباريات. بتحس اللعيبه مش متكتفه، ما بتلعبش كوره باسلوب كده تحس ان هي يعني معقد شويه، لا بالعكس، الكوره السهله، اللمسه البسيطه، اللعبه من لمسه على طول، التسديد على المرمى، الروح على طول الجماعيه جوه صفوف الفريق، تطور الاداء الهجومي حتى لعدد من اللعيبه. لعيبة ممكن تكون أساسية وما بتلعبش المباراة التانية وتلاقي روحها حلوة وبتتكلم مبسوطة إن الأهلي بيكسب. هي جزئيات صغيرة أنا بشرحها لكم في بعض التفاصيل، بنحاول نقرب الصورة شوية لجمهورنا، لكن التفاصيل الصغيرة دي بتظهر في النتائج اللي بتحصل على مدار المباريات الأخيرة. بتكسب مباراة بثلاثة، بأربعة، بخمسة، عندك مباراة نادي الزمالك فبتصدر ضغط على المنافسين، الجمهور بيزداد ثقته في لعيبته وفي جهازه وفي إدارته. كل الأمور دي إن شاء الله هنستمر عليها في الفترة اللي جاية. وعايز استحضر هنا في وسط الحديث عن رينيه فايلر كان كلام مهم جدا للمدرب الفرنسي ارسن فينجر لما اتكلم على فكر المدربين في العالم دلوقتي. قال لك المدرب ده عباره عن شركه، او الجهاز الفني ده عباره عن شركه، مش في المدير الفني فقط، لا الشركه دي مدير فني واكثر من حوالي 10 15 20 مساعد، بيتراوح العدد حسب فكر كل مدير فني في العمل اللي هيقوم بيه. الشركه دي بتتعاقد مع نادي لقياده تدريبات فريق وخوض مباريات في فتره معينه، بيبقى عباره عن مشروع، شركه من خلال مدير فني عنده جزء تكتيكي بيشتغل عليه، عنده جهاز سكاوتنج لتحليل الاداء، عنده جهاز للتغذيه، جهاز طبي، جهاز اداري، جهاز فني معاون ومساعد معاه. كل العوامل او كل هؤلاء الافراد مع المدير الفني في النهايه بيبقى عباره عن شركه بيشتغلوا في نادي، النادي ده بيتعاقد معاهم لاهداف معينه لتحقيق انجازات وطموحات الجماهير اللي تنتمي لهذا الكيان او لهذا النادي. النادي الاهلي في الفتره الحاليه ماشي بهذا الفكر الاوروبي. انا بستحضر طبعا تصريحات ارسن فينجر ومدرب كان ليه باع طويل في ارسنال وتولى تدريب الفريق حوالي اكتر من 15 سنه. فهذا الفكر وهذا المشروع بنتمنى ان شاء الله في الفتره الجايه مع رينيه فايلر. بينطبق هذا الفكر مع رينيه فايلر بنفس العدد او بنفس المقياس، مع الفارق القياس في العدد اللي موجود، في مدير فني يكون معاه حوالي 20 مساعد، لكن طبعا
كل جهاز او كل شيخ وله طريقته. فايلر معاه حوالي 5-6 مساعدين وحتى من جنسيات مختلفه، ابرزهم او اخرهم تم الاستعانه بالمغربي او المغربي الاصل والسويسري الجنسيه شعيب. شعيب ليه دور فني، ليه دور في السكاوتنج لتحليل الاداء، مدرب مساعد موجود معاه ضمن الجهاز الفني، مع كمان 4 مساعدين من ضمنهم حارس مرمى اجنبي موجود مع محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير واحمد طارق. فبالتالي دي كانت بدايه مهمه جدا، وانا بتكلم على طبيعه عمل الجهاز الفني في النادي الاهلي والافكار اللي موجوده، وان ازاي الجمهور يبقى عارف التفاصيل الصغيره دي، وان الجمهور يدعم بقى في الفتره الجايه عشان دايما نوصل للتارجت او الهدف اللي احنا عايزينه. وباكد برضو على جزئيه مهمه مش هعمل من الحديث فيها وهفضل اكررها كل حلقه، لسه احنا في بدايه المرحله، لسه احنا في بدايه المشروع، نفضل في ظهر هذا المشروع ونكون جزء منه، نكون جزء منه اللي احنا بندعم بنساند، ما نخش في التفاصيل الفنيه ونقول من النهارده اساسي، من احتياطي، من دخل القايمه، من تم استبعاده اطلاقا. في ظهر الجهاز الفني للمرحله الجايه عندنا فرقتين مش فرقه واحده، الحمد لله نمسك الخشب. النادي الاهلي عنده احسن لعيبه في مصر، بيكسب المباريات باداء هجومي متميز جدا، بنرجع نلعب الكره الجميله ان كانت معروفه عن النادي الاهلي في سنوات سابقه، وكان بيحقق فيها الخمس بطولات اللي بيشارك فيهم، دوري وكاس وسوبر وسوبر افريقي وبطوله افريقيه، ولما لا ان شاء الله كمان تاهل لكاس العالم للانديه. تدريب النهارده كان فيه تفاصيل معينه، يمكن الاهلي النهارده اكتفى او الجهاز الفني اكتفى بمران بدني تجنبا للارهاق، والجهاز الفني اعفى اللاعبين الدوليين من تدريب النهارده، خاصه ان بكره خلاص هينضموا لتدريبات المنتخب الاول مع الجهاز الفني الجديد بقياده حسام البدري. في تدريبات بدنيه اضافيه لرباعي النادي الاهلي سعد سمير ومحمد محمود وحسين السيد وعمار حمدي، كانوا طبعا تعرضوا لاصابات في الفتره السابقه، فعشان تحضرهم للتدريبات القادمه بتزود الجرعه البدنيه عشان يجهزوا للمرحله اللي جايه مع الفريق الاول. فايلر عمل محاضره نظريه ومحاضره جماعيه كده مع اللاعبين في ملعب مختار التتش قبل بدايه التدريب، وكان الجزء الهدف منه اللي هو التحفيز المعنوي للمرحله الجايه والاستعداد للمرحله المقبله والاستعداد لمباراه الزمالك يوم 19 اكتوبر. عمرو السوليه يمكن طبعا النهارده خلاص عمل اشعه رنين على الاصابه اللي تعرض لها في مباراه اسوان. طبعا الفحص المبدئي قال ان في جزع في الكاحل نتيجه الكدمه القويه اللي تعرض لها في المباراه. في كلام طبعا ان الاصابه ان شاء الله تكون خفيفه، ما ياخدش فيها اكتر من حوالي 10 ايام اسبوعين، وان شاء الله يكون جاهز للمرحله القادمه، ولما لا باذن الله يكون جاهز لمباراه الزمالك او حتى بعد مباراه الزمالك، لان خلاص في وفره في خط وسط فريق النادي الاهلي قدامنا في الصوره، كابتن حسام عاشور كابتن الفريق، في كمان حمدي فتحي وادائه المتميز في الفتره الاخيره، في كمان اليو ديانج اللاعب المالي اللي تم استدعائه مع منتخب مالي في الفتره الجايه، عندنا كمان لاعبين دوليين اجانب موجودين في منتخبات بلادهم، علي معلول في المنتخب التونسي، في كمان اليو ديانج مع المنتخب المالي، وليد ازارو لم يستدعى في المنتخب المغربي في الاجنده الدوليه القادمه. محمود متولي بدا مرحله جديده من البرنامج التاهيلي، بدا النهارده تنفيذه مرحله التاهيل والجري داخل ملعب مختار التتش للاطمئنان على حالته وتجهيزه في الفتره اللي جايه. محمود متولي كان تعرض لاصابه مزق في العضله الخلفيه في مشاركته الاولى مع النادي الاهلي في مباراه السوبر المحلي امام نادي الزمالك. ياسر ابراهيم ايضا كمان ادى النهارده تدريبات استشفائيه على هامش المران، وكان تدريب منفرد مع طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. تدريبات منفرده النهارده لثنائي حراس مرمى النادي الاهلي شريف اكرامي وعلي لطفي، كانت تدريبات تحت اشراف ميشيل مدرب الحراس ضمن تحضيرات الجهاز الفني للمرحله اللي جايه. طبعا محمد الشناوي زي ما قلت لكم خد اجازه النهارده عشان بكره هيكون موجود مع المنتخب الاول. المنتخب الاولمبي استدعى 4 لاعبين للمرحله القادمه، المنتخب الاولمبي عنده مباراتين وديتين امام جنوب افريقيا يومي 11 و13 اكتوبر الجاري. كنا عارفين المنتخب الاولمبي الفتره اللي جايه خلاص بيستعد لخوض غمار التصفيات الافريقيه او بطوله الامم تحت 23 سنه اللي هتستعد ان شاء الله للبطوله اللي هتنظم في مصر. مصر معاها مالي وغانا والكاميرون، مجموعه قويه جدا، لكن كلنا ثقه في الكابتن شوقي غريب ولاعيبته ان شاء الله في المرحله اللي جايه. منتخب الاولمبي استدعى 28 لاعب لهذا المعسكر، من ضمنهم 4 لاعبين من النادي الاهلي، رمضان صبحي وعمار حمدي وصلاح محسن ومصطفى شوبير. تدريبات المنتخب الاولمبي هتكون على ملعب الفرعي في استاد القاهره، وايضا كمان ملعب استاد السلام، الملعب الفرعي لاستاد السلام، وهتبدا ان شاء الله من بكره الاثنين استعدادا لخوض مباراتين امام جنوب افريقيا مباريات وديه. كابتن سعد عبد الحفيظ قال ان الجهاز الفني بيضع خطه اعداد الفريق خلال فتره التوقف الحالي، وقال فتره التوقف فرصه طيبه ان احنا نبدا نجهز اللاعبين للمرحله الجايه بالشكل المناسب اللي شايفه الجهاز الفني
بقيادة ريني فايلر. قد يكون هناك مباراة ودية أو قد لا تكون، يعني حسب الظروف في الفترة الجاية أو حسب أفكار ريني فايلر. شايف المباراة هتكون الفريق محتاجها ولا استعدادا للمرحلة الجاية بالنسبة لانطلاقة الموسم والاستعداد لعودة الموسم بعد أو عودة المسابقة بعد التوقف الدولي؟ أيمن أشرف كان ليه تصريحات مهمة بعد مباراة الأمس، قال هدفنا الحفاظ على لقب الدوري وسعيد بوجودي في المنتخب خلال الفترة القادمة. قال مواجهة أسوان كانت مواجهة صعبة جدا نتيجة إقامتها في درجة حرارة مرتفعة، والأجواء كلنا كنا تابعناها وشفناها في أسوان درجة حرارة عالية جدا ورطوبة عالية جدا، وده صعب جدا على أي لاعب كورة في العالم إن يلعب في مثل هذه الأجواء، خاصة لما بيكون ملعب كمان مجهز وفي أضواء كاشفة. فكان الأفضل المباراة تتلعب في بالليل في المساء، لكن عموما نادي أسوان صاحب الملعب وصاحب المباراة كان ليه رؤية إن هو يلعب المباراة في التوقيت الحالي. طبعا اتحاد الكرة آخر خبر معايا، اتحاد الكرة في بيان رسمي صدر منذ لحظات الاتحاد، فيما معناه هو بس عايز يوصل رسالة إن إذا تم تعديل أماكن أو ملاعب عدد من المباريات بتبقى نتيجة الخطابات الأمنية أو وجهة نظر الأمن في الفترة الحالية. الاتحاد المصري قال في بيانه إن كان محدد انطلاق الدوري يوم 21 سبتمبر، وقال النهاية هتكون في شهر مايو لكن ما حددش تاريخ، انتظارا للاتحاد الإفريقي وأجندته الإفريقية لما يحدد موعد نهائي إفريقيا في الفترة اللي جاية. قال إن التعديلات، اتحاد الكرة قال إن التعديلات اللي بتجرى على الملاعب بتكون بطلب من الجهات الأمنية، وده اتحاد الكورة ولائحة المسابقات حددته قبل بداية الموسم، وقال ده بيتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وده الأندية نفسها بتخاطب الجهات الأمنية لما بيتم تحديد الملاعب دون تدخل من اتحاد كرة القدم. بشكل عام هو الاتحاد عايز يوصل رسالة معينة إن المباريات بيتم تحديد ملاعبها في بداية الموسم، وإذا تم نقل مباراة من ملعب لآخر بيكون بناء على خطاب أمني أو وجهة نظر الأمن لظروف ما في نقل هذه المباراة من ملعب إلى ملعب آخر. أعتقد الرسالة وصلت من اتحاد الكورة، لكن بشكل عام إحنا يهمنا الفترة الجاية أن يكون في انتظام للمسابقة والمواعيد والمباريات كلها تقام في توقيت واحد، عشان المسابقة لازم تنتهي في ميعادها الرسمي خلال نهاية شهر مايو أول يونيو عشان نستمر في هذه المواعيد بشكل رسمي خلال الفترة الجاية، لأن انتظام مواعيد المسابقة بينعكس بالإيجاب على المنتخب الوطني في المرحلة القادمة. إلى هنا تنتهي فقرة الأخبار، فقرة الانترو. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل في ضيافتنا الكابتن محمود صالح مدير إدارة اكتشاف المواهب بالنادي الأهلي، وحديث فني خالص عن المرحلة القادمة وعن انتصارات النادي الأهلي، ولما لا أيضا كمان نتحدث عن البطولة الإفريقية وقرعة دوري المجموعات إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه في برنامج الاهلي الليله، واللي بيشرفنا فيها الكابتن محمود صالح مدير اداره اكتشاف المواهب بالنادي الاهلي. كابتن محمود اهلا وسهلا بحضرتك. كابتن اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله تمام. الاداره واكتشاف المواهب انتوا بتلفوا محافظات مصر كلها؟ بالظبط. هي طبعا مهمه صعبه ومهمه وفي نفس الوقت ليها اهميه، يعني طبعا كل ما نكتشف العناصر المميزه مبكرا دي بيكون افضل طبعا. اكيد. وبعدين في تنافس برضو، ما تنساش برضو الانديه الاخرى برضو في تنافس على كل نادي بيحاول ان هو برضو نفس التفكير اللي احنا بنعمله، ان احنا يعني افضل العناصر الممكنه اللي تلتحق بالنادي الاهلي. الانديه كتير بتفكر فيها يعني الاجواء فيها تنافس كاننا في مسابقه، كاننا في بطوله. تمام. انا عايز بس اقول برضو للمشاهدين جزئيه مهمه جدا، كابتن محمود صالح او دكتور محمود صالح، لانه طبعا الجزء التدريب او الجزء العملي كلاعب كوره وكان لعيب في منتخب مصر وكابتن منتخب مصر والنادي الاهلي، لكن كمان لما يكون جزء اكاديمي وعلمي مع الجزء التدريب ده في النهايه بيلقى بالفايده على النادي الاهلي، انك بتستفيد من ده وانك بتلف محافظات مصر بتشوف المواهب بتشوف اللعيبه الصغيره، كل ده في النهايه العلم مع التدريب بيساعدك انك في النهايه تجيب لعيب متميز جدا يخدم النادي الاهلي بقى لسنوات وسنوات، لان كل ما بتدور وبتجيب ولد من الصغر ويتربى جوه النادي الاهلي بيبدا بقى يشتغل ويبقى خلاص بقى اتعلم جوه مدرسه النادي الاهلي وبيكون بالفعل ده لعيب النادي الاهلي.
طبعا طبعا كل ما زاد عمر اللاعب التدريبي في نادي كبير زي النادي الاهلي بيكون افضل. حقيقي. انتقال اللاعب ليك في 15 سنه احسن ما تجيبه في 17 و18 سنه. وجزء العلمي كمان يعني طبعا دكتور واخد بالزبط. عملت رساله ماجستير ودكتوراه في الجزئيات دي ده جزئيه مهمه جدا. طبعا يعني زي ما حضرتك قلت الخبره والعلم لازم يبقوا مع بعض يعني هي دي بتحقق نتائج كويسه. الخبره تحترم الممارسه اللاعب او المدرب ممارسته كلاعب تحترم خبرته بعد كده كمدرب تحترم ولو في كمل دراسات برضو ده شيء يحترم واذا ما كانش هو كمل برضو انت عارف قطاعات الناشئين او في الانديه لازم يبقى يعني في الاكاديمي في راجل متخصص في اكاديمي والراجل المتخصص في خبره كلاعب وكمدرب برضو لو في تعاون بينهم اكيد بيحقق احسن النتائج. اكيد. طيب تعليقك على الدوري والمسابقه واضح ان هي هتبقى فيها مفاجآت وفيها مباريات قويه مباريات صعبه لسه احنا في الاسبوع الثالث بس في مؤشرات كده باينه من بدايه الدوري فشايف النتائج ازاي وشايف المسابقه ازاي والنهارده الاهلي بيتصدر الدوري في الاسبوع الثالث بتسع نقاط من ثلاث مباريات. لا انا شايف حتى الفرق اللي صاعده او الفرق اللي احنا ذات المستوى المتوسط بس ده انا خايف بعد كده حق نتائج يعني تبقى يعني هم عندهم مستوى طموحه عالي كويس وده شيء جميل يعني انك فرقه كبيره بتلعب او فرقه صغيره بتلعب فرقه كبيره برضو بتسعى للفوز وعندها طموح انها تكسب بس كل مباراه وليها طبعا هدفها يعني اللي حقيقي يعني النقطه دي مهمه جدا ايه اللي انت محتاجه من المباراه وتلعب عليه انت بتلعب خصم قوي بتلعب خصم ضعيف ايه المطلوب منك في المباراه ايه الهدف اللي انت حاطه بتلعب عليه بقى ما يبقاش لعب عشوائي. انا شايف ان بعض الانديه الصغيره ممكن تكون امكانياتها كويسه او في جراءه في اللعب وفي طموح زايد بس مهم جدا الهدف يبقى موضوعي ومنطقي ده اللي بيحقق نتائج كويس. يعني تحط الخطه تحط التشكيل بناء على امكانياتك وبتدرس انت عارف امكانياتك وبتدرس امكانيات المنافس طبعا بس بتحط الهدف الموضوعي المنطقي اللي هو تناسب مع امكانياتك وامكانيات المنافس. انا شايف في جراءه زايده شويه تحقق نتائج ايجابيه ليك كفريق جراءة في كل صغير كل الفرق الصغيره بدء الدوري عايزه تكسب بس ممكن يكون في البدايه محتاج يكسب لانه عايز يجمع نقط لان لما يخش في المراحل الاصعب او في نهايه الدوري النقطه هتبقى ثمنها غالي. هو طبيعي الاهداف بتاعته تتغير يعني الاهداف هتتغير من البدايه للنهايه طبعا بس اللي انا اقصده يعني تحط اهدافك حسب امكانياتك وتخليك موضوعي في قراراتك وتحط وتلعب بجديه وتحقق افضل اداء عشان تحقق افضل نتيجه. انما الانديه الصغيره لو فتحت الملعب بهذا الشكل طوال الدوري لا هيبقى موقفها صعب جدا. فدي نقطه ملاحظها يعني قد تكون ايجابيه في البدايه انما لازم الفكر والاهداف تبقى موضوعيه. في فرق ممكن تكسب مباراه او اتنين وتخسر الثالثه. يعني مثلا الاتحاد كسب المصري والمصري كان كسبان الاسماعيلي 3 النهارده الجونه كسب المقصه والمقصه كان عامل مباراه كبيره على نادي الزمالك وكان ليه ضربتين جزاء وما اتحسبوش وخسر 1-0 وكان اقرب للتعادل او الفوز. بتحس ان كل مباراه يعني لا مش مقياس يمكن الحاله الاستثنائيه الوحيده هو النادي الاهلي اداؤه ثابت اداؤه معروف بادئ من اول اسبوع بشكل كويس وحتى النتائج تدريجيه والاهداف حتى تدريجيه بتكسب 1-3-5 يعني قبل ما اتكلم على الاستقرار في اداء النادي الاهلي ده موجود الحمد لله. هو في نقطه برضو يمكن كنا اتكلمنا فيها قبل كده كتير انك تبدا مع صفاره الحكم في اول مباراه رسميه من الدوري انك تبقى في التوب فورم. انا في انديه ما بيحطش يعني البرامج التدريبيه على هذا يعني يبقى ليه هدف بالزبط. انا حد اول مباراه مثلا اول اغسطس يبقى انا ازاي هوصل في افضل اداء ليا الحاله التدريبيه او الفورم الرياضيه بتاعت اللاعبين بتاعتي كلها تكون في افضل حاله. في مدرب بيبقى وجهه نظره وده خطا طبعا انه احنا هنبدا وتبقى اللياقه مش كامله ممكن بعد ثلاث ماتشات او ثلاث اسابيع او اربع مباريات نبتدي نخش في الفورمه الرياضيه. اللي حاطط برامج تدريبيه صح وحاطط تخطيط صح وانه فعلا يحط برامج مناسبه ان هو مع صفاره الحكم في اول مباراه رسميه مع اول دقيقه في المباراه يكون في التوب فورم ده اكيد هيبقى مش هيضيع وقت منه انما انك خصوصا الفرق اللي بتلعب على بطولات صح. النادي الاهلي حققها يعني الحمد لله ربنا موفق النادي الاهلي كاداء وكنتائج ان هو اعتقد المدرب ده فايلر مستر فايلر ما شاف ان هو ممتاز واعتقد هو فكر التفكير ده انما تفكير المدرب اللي هو بيقول لك احنا داخلين بنسبه 60-70% ومع المباريات هتيجي الفورمه تكون خلصت بقى يكون البطوله راحت منك خصوصا الفرقه تلعب على بطوله في النهايه
في النهايه بنتكلم في النقطه بتفرق، مش بنتكلم في اربع لقاءات فيهم 12 نقطه. ممكن انت مش داخل في احسن فورمه ليك وما حطيتش ما خططتش البرامج التدريبيه صح، وانك تبدا بمستوى 60 70% وانت لعبت اربع مباريات فيهم 12 نقطه وتخسر مثلا ست نقاط منهم. طب ما انت مع التنافس ومع نهايه الدوري لا، النقطه هتفرق مش الست نقاط حقيقي. انما النادي الاهلي انا شايف ان هو خطط صح والراجل حاطط برامج صح وعدل اللاعبين. هي الفورمه الرياضيه المقصود بيها التكامل، يعني بقدر الامكان يبقى في تكامل من الناحيه البدنيه والمهاريه والخططيه والنفسيه والذهنيه. ودي نقطه مهمه برضو يعني تميز فيها النادي الاهلي، النواحي النفسيه والنواحي العقليه. النواحي النفسيه انت شايف كل اللعيبه الروح المعنويه كويسه جدا، واللعيبه كلها عندها مستعده للمباريات، موضوع الروتيشن ده وتبادل اللاعبين ماشي بشكل كويس، شايف اللعيبه كلها فيها تنافس منهم وكلهم تقريبا يعني لو كل مركز هتلاقي اللعيبه في مستوى واحد. فالجاهزيه النفسيه موجوده كويسه، اللعيبه مركزه جدا، وانا شايف التعليمات بتطبقها بشكل كويس، حاضرين ذهنيا. فالنادي الاهلي كفورمه رياضيه هو افضل الفرق، يعني مش بالنتائج بس او السكور اللي بيحققه او تصدره الدوري مع اول ثلاث لقاءات، انما في الاداء، يعني ده بيدي تفاؤل، بل بالعكس يمكن الاداء ان شاء الله الفتره الجايه اتمنى يعني كما انا متوقع الاداء ان شاء الله يكون افضل كمان. كمان لفت نظري كابتن محمود، يمكن كان المفروض او الطبيعي ان الفريق ياخد اجازه يوم او اثنين في فتره توقف 13 يوم، لكن ريني فايلر قال يعني شايف الفرقه بالعكس في ما يقرب من 13 14 لاعب مش هيكونوا موجودين الفتره الجايه، ما بين انضمام منتخب اول حوالي 6 لاعبين، 4 منتخب اولمبي، في لاعبين دوليين، في 2 كمان مصابين زي محمود متولي وعمرو السوليه. فقلت بالعكس انا شايف في 14 لاعب تانيين ما كانوش بيلعبوا بشكل اساسي فمحتاجين يتحضروا بشكل كويس، ممكن تعملوا مباراه وديه، فلغى الاجازه والنهارده كان موجود في تدريبات وعايز يحضر المجموعه دي مع المجموعه اللي هترجع من الاجنده الدوليه عشان اول مباراه بعد التوقف مباراه الزمالك. تمام، دي رساله معناها ايه؟ تمام، هو كلام حضرتك مظبوط، هو واضح ان هو عايز يخلي اللعيبه دايما في مستوى متقارب بينها وبين بعضها، ما فيش حد اساسي وحد بديل. هو قال الكلام ده في تصريح حتى اخر مع اخر مباراه في المؤتمر الصحفي اللي حضره، وقال انا عايز اللعيبه، انا عندي لعيبه كلها واحد، ما عنديش اساسي واحتياطي، كلهم في جاهزيه كويسه، وبيبقى عندك بقى حريه في انك تحط التشكيل المناسب. في لعيب الفورمه الرياضيه بتقل، اللعيب مش ممكن ده طبيعي علميا مش بيدي مستوى، يعني انا لو مستوى 90% مش هقدر ادي 90%. تمام، في وقت المستوى ده بيقل، ممكن من 90 بيبقى 70 ويبقى 60. طبعا في فروق فرديه، في لعيب بيقعد اسبوع ويرجع تاني للفورمه الرياضيه سريعا، ودي بتبقى في لعيب بتتميز بيها. وفي لعيب بيقعد فترات طويله مستمر في فورمته الرياضيه الجيده، يعني يدي افضل مستوى ليه مثلا 5 6 اسابيع وينزل اسبوع ويرتد بسرعه تاني ويوصل الفورم. وفي لعيب بعد اسبوعين او بعد 3 اسابيع الفورمه الرياضيه بتقل. يعني اقصد هي دي، يعني في فروق فرديه. هو اكيد الراجل ده ذكي جدا وفاهم، ومع الاحتكاك ومع المباريات دي نقطه هو هتوصل له، ولما توصل له برضه الاداء هيبقى افضل، لان دي نقطه لازم هو يكون على علم بيها، ابقى عارف الفروق الفرديه بين محمود وبين محمد. في لعيب بيستمر والفورمه بتقل فترات طويله، وفي لعيب بعد فترات قصيره ممكن يقل، وفي لعيب بيرجع لفورمته بسرعه، وفي لعيب الفورمه عبال ما يرجع لها تاني بيتاخر. فدي نقطه مهمه، ودي طبيعه البشر يعني حقيقي. فدي نقطه لازم هو يدرسها، واعتقد هو هيدرسها كويس، بس هي هتاخد وقت شويه معاه، وان شاء الله دي نقطه مهمه وهتاثر برضه في اداء اللاعبين واختيار اللاعبين المناسبين لكل مباراه. اعتقد طريقه تفكير الجهاز الفني في المباراه اللي فاتت والروتيشن في عدد من المراكز وصل رساله ان التيم ما فيهوش حد اساسي واحتياطي. تمام، حتى احنا كجمهور او كاعلام الرساله دي وصلت لنا. تمام، بقى حتى ممكن نتخيل ان ممكن في مباراه اليو جانج اساسي وحمدي يكون احتياطي، او مثلا يبدا باجايي او يبدا بصلاح محسن، او ممكن ازار يخش. بقى في خلاص تفكير لدى الجميع، لا فكره مين الاساسي او الاحتياطي ما بقتش مرهونه قوي عند الجمهور في الفتره الاخيره. في دايما الاعلام او الاعلاميين يقول لك مثلا ايه، لا ده تثبيت التشكيل. لا، من الناحيه العمليه ده موضوع خاطئ تماما. اللي مارس الكوره فتراته كلاعب وكمدرب، موضوع مش ممكن التشكيل يثبت، لان زي ما احنا اتكلمنا في الفورمه دي ممكن تقل اصابه بيجي بالظبط. الفورمه بتقل ويجي وقت الشراك البديل، لان في فترات حتى لو في فرق تمام في المستوى بين الاساسي والاحتياطي، لو قلنا بالارقام ده 90 وده 80، ال 90 ده ممكن يقل يبقى 70 و60، وده يكون محتفظ بال 80، يبقى ده دور البديل بقى، ان هو يشترك في المباراه وحقه. مظبوط، تمام.
النقطة التانية برضو العامل النفسي، أنا برضو يعني أنا ممكن أشرك اللاعب بدون ما هو يكون الأفضل، بس أنا عايز أقربه، عايز أقربه من التنافس، عايز أديله ثقة في نفسه، عايز لما أبقى أحتاجه في أي مباراة يبقى متواجد وجاهز، عايز أحسس الأساسي إن اللي بينك وبين البديل ده مش فرق كبير، لازم تحافظ على مستواك. مهم جدا التنافس يستمر بين اللاعبين، هو ناجح في الحتة دي كويس جدا يعني. طيب رغم كل الإيجابيات اللي إحنا بنرصدها دي يا كابتن محمود، الجمهور محتاج انه يعرف ويسمع ويتاكد ان فكره ان النجاح ده نجاح بمرحله مش نجاح موسم، فلسه المشوار طويل طبعا، لسه المباريات الصعبه طبعًا، لسه تفاصيل كتير، لسه تتعرض لمواقف كتير في المباريات، سواء مواقف تحكيميه، مواقف اصابه لعيب، بتغييراتها خلصت كره، فيها مواقف كتير بتحصل في الملعب، فالجمهور برضو لازم لما نخاطبه نوصل له الرساله، لسه ما تحكمش بسرعه، احكم بالعقل والمنطق في المرحله اللي احنا فيها، لكن لسه الموسم طويل. شفت انا بحضر بعض التدريبات بس ما حضرتهاش كلها بس انا متفائل يعني، انا حاسس حتى مؤشرات طبعا طبعا، اولا هو عارف امكانيات اللعيبه بشكل جيد جدا وفي وقت سريع، في وقت قصير جدا ودي ميزه كويسه يعني، ده ذكاء ذكاء يعني. ندي مثال اجايه كان بعيد وكان ممكن يرحل، ورغم ذلك حطه في كلاعب اساسي واجاد، ممكن قلت في برنامج يعني اخر يعني ان هو بقى لعيب محوري وبقى اهم لاعب في الفريق، ايه ده يعني، ده ذكاء بيكتشف، هو احنا بنكتشف ذكائه يعني، عارف امكانيات اجاي اكتر مننا احنا اللي بقالنا سنين اجاي، تقريبا ده الموسم الرابع ليه، ورغم ذلك يمكن بعض الناس مننا او بعض المدربين او بعض المتابعين او بعض الاعلاميين ما متخيل ان اجاي مستواه اقل وكان ممكن يرحل، لا هو اكتشف في حاجات وسبق يعني ثبت وجهة نظره سليمة. ده انت بتتكلم في لعيب كان مش اساسي الفترات اللي فاتت، بعيد جدا عن مستواه، فدي برضه مؤشر لما رجع من الاصابه بالظبط بالظبط كده، فده مؤشر ان هو عنده قدره على اكتشاف مواطن القوه والضعف عند الفريق، تالق مثلا، بديك امثله ممكن الكلام ده يتقال على لعيبه كتير، رمضان صبحي اداؤه الشكل الاداء الخططي عنده تغير بشكل كبير بدون الدخول في التفاصيل، وبقى يسجل وطريقه لعبه واداؤه اختلفت تماما، هو عارف ان امكانياته تدي اكتر من كده، بس هو عايز تعديل في الجانب الخطط بتاعه، هو عدل في التحركات بتاعته والجانب الخطط، سواء الخطط جانب الخطط كفرد فردي او كجماعه مع زمايله، واجاد فيها اجاد في اعداده، وهذا ولاعيبه كتيره كده، انا بس بدي مثالين عشان مش كل يعني مش طول الوقت هنتكلم في النقطه دي، فده مؤشر كويس ان راجل ذكي وعلى امكانيات فنيه عاليه جدا، انا متفائل جدا، بس يبقى هو هيبقى كويس، يبقى ان اللعيبه تستمر بهذه الجديه وهذه الروح، والروح الموجوده داخل الفريق يعني روح كويسه، حتى في الاداء الجماعي باين الروح، الحقيقه باين الروح اللعيبه يعني، مفيش انانيه، اللعيب بيبص المصلحه بشكل عام للفريق، مصلحه الفرقه دي، انا احساسي الناس اللي قاعده بره، اللعيب اللي بينزل بديل بيبقى عنده تركيز كويس وعايز يأدي، وعايز اللعيب اللي هو بيخرج من المرمى يعني مقتنع، انت لاعب ممكن تكون فتره بقالك قاعد بديل او احتياطي، مفيش مشكله، في لعيبه كبيره بتقعد احتياطي وبتقعد الروتيشن ما بتعمل بشكل كويس، ما بيخشش ما بيدخلش وبيولد احاسيس تاثر بشكل سلبي على مجموعه اللاعبين. انا ممكن اتقبل ان انا اقعد، مفيش مشكله، ما قاعد جنبي لعيب اساسي وهنا ده لعيب اساسي في وسط السبعه، مفيش مشكله، واحنا كلنا بنتعاون وكلنا جاهزين وكلنا بنأدي وكلنا قدامنا هدف واحد نحققه، والعلاقه طيبه وفي ثقه كويسه جدا بين الجهاز وخصوصا المدير الفني واللاعبين، والروح موجوده، الاجواء كويسه، انا شايف ما كانتش متوفره الفتره اللي فاتت. الموضوع مش موضوع نواحي فنيه بس، بيتبعها حاجات كتير، عوامل كتير حواليه طبعا طبعا طبعا. طيب طبعًا. فايلر كمان، وده صعب جدا على فكره، اوعى تفكر ده سهل، ان مدرب يوصل اللعيبه لهذه الحاله من الفورم الرياضيه الجيده في الناحيه الفنيه زي ما قلنا والخططيه، او الناحيه المهاريه والخططيه والبدنيه والنفسيه والذهنيه، دي نقطه مهمه جدا، اللاعب يبقى مركز، ودي كل النقاط دي عشان المدير الفني او الجهاز الفني يعد اللاعب بشكل كويس، ده من الصعب يعني ان هو يتوفر في حد. احيانا اللاعب ممكن يبقى جاهز بدني بس في مشاكل في النواحي الخططيه، احيانا ممكن في مشاكل في النواحي الفنيه، احيانا الاجواء والمناخ اللي اللعيبه بتلعب فيه مأثر عليهم نفسيا، اللعيب مفتقد تركيزه، فانما هو انا شايف ان دي هو الراجل متفوق فيها وبيعملها في عشان تحقق حاجه في المباريات الرسميه او في المباريات الوديه حتى،
يعني لازم ده كل ده يظهر في التدريب. هو شاف وزي ما حضرتك قلت وانا قلت في فتره قصيره جدا قدر يكتشف كل دوت وقدر يعدل اللعيبه ويجهزهم في كل مع كل الفورمه الرياضيه كلها بمشتملاتها. لا ده انا شايف ان هو ممتاز، اتمنى يكون تفاؤلنا ده اعتقد ان هو في محله، والفتره النادي الاهلي هيبقى فيه طفره، واعتقد ان شاء الله باذن الله ان احنا ناخد بطوله الدوري دي بفرق كبير من النقاط ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ريني فايلر وجهازه المعاون عندهم ذكاء في التعامل النفسي، لان حسب ما بسمع او حسب ما شفت ان ريني فايلر حتى بيثني على اداء اللاعبين ودورهم في استيعاب الخطط والافكار اللي بيعايز يطبقها في الملعب بسرعه. يعني بالتالي هو بيقول انا بشتغل لكن في نفس الوقت انا عندي برضو مواد في الملعب او ماده خام في الملعب كلعيبه بتنفذ افكاري بسرعه، استوعبت فكري بسرعه. ده جزء من التعامل النفسي، وده بيديني مدلول ان لا ده كمان مش خططي وفني وبدني وبس. بالظبط. لا في جزء نفسي كمان بيشتغل عليه. يعني انت قلت نقطة مهمة، يعني هو التكامل مش هيجي غير بفكر المدرب، فكر بقى والبرامج اللي بيحطها طبعا، فكره مش فكر كده نظري. اتكلم على التطبيق بقى، أنا عندي فكرة كمدرب بطبقه كناحية عملية في الملعب. ده نقطة مهمة، وزي ما قلت لحضرتك احنا قلنا ان هو اكتشف بفتره صغيره اكتشف امكانيات اللعيبه وايه المشاكل اللي عندهم وايه المميزات اللي عندهم. برضو نقطه اللي حضرتك ذكرتها ديت ان استيعاب اللاعبين جاي طبعا، يعني قدروا يعني يطبقوا افكاره في الملعب برضو مع فتره قصيره. ودي نقطه مهمه حضرتك قلتها تحسب للاعبين، لازم اللاعب يكون عنده ذكاء. اللاعب لان المواقف اللعب ألفات المواقف وعايزه انك رد فعلك يكون سريع عشان تاخد قرار سليم، ولازم تربط مع زميلك. انت مش لعبه فرديه، مش بجري انا 100 متر لوحدي، مش احنا 11 لاعب في الملعب، لازم يكون في تطابق في افكارنا وفاهمين بعض كويس، وقالي فكر زميلك وزميلك قالي فكرك. لما يكون المجموعه بتأدي بشكل كويس كره جماعيه ده يحسب للمدرب ان هو فكره جيد وتطبيقه في التدريب جيد، ويحسب ان اللعيبه لما يكون على قدر يعني على مستوى الذكاء عالي بتاعهم فعلا بيستوعبوا بشكل جيد وبيطبقوا كلام المدرب، ودي طبعا بتاثر في الاداء وبتاثر في النتائج. فوز الاهلي على اسوان بالخمسه ده دلالته ايه او معناه ايه؟ دي نقطه كويسه برضه. هو النادي الاهلي بيعمل سكور، وسكور الماتش اللي قبله الانتاج الحربي، مستمرين على نفس تركيزهم، نفس الاداء ونفس اللعب ونفس التركيز، كان المباراه بادئه 0-0 او كانه في بدايه المباراه وعايز يسجل، ده كويس برضه. يعني بتبقى صفه في الفرق الكبيره ان قد يكون النادي الاهلي افتقدها في بعض المواقف او بعض الاوقات، انما الاهلي بيكسب واحد او اثنين وبيبقى يستكفي وممكن يحصل تراخي من لا يعني هتسجل وسجل سكور وحقق احسن نتائج، وانت كلاعب حاول تطلع هداف وتسجل وتحافظ على شبكتك نظيفه من الناحيه الدفاعيه برضو، يعني يبقى في تكامل في الاداء مستمر والتركيز مستمر والاداء تصميم على ان احنا نقضي افضل اداء من اول ثانيه في المباراه، مش من اول دقيقه، من اول ثانيه لاخر ثانيه في المباراه. ودي نقطه برضو حضرتك اشرت اليها في يتميز بيها النادي الاهلي في الفتره الحاليه. بس النقطه المهمه اللي احنا قلناها في سياق حديثنا الاستمراريه دي نقطه مهمه نحط تحتها الف خط، لان كمان معدل التهديف انا مش بقيس مباراه اسوان وان هي خمسه فقط، لا ده حتى في مباراه الزمالك 3 اهداف وكانت 3-0، مباراه الانتاج الحربي 4، مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية كانت 4، وخارج الارض او خارج مصر كان 2. فبالتالي معدل التهديف في 6 مباريات انت بتتكلم في بنسبه 70-80%، انت بتلعب في كل مباراه على سكور مش مكسب وثلاث نقاط في هدف وخلاص الموضوع انتهى. بالظبط. خلق الفرص بقى مميز، بيميز النادي الاهلي. لو سجلنا في احدى المباريات 4 اهداف بتلاقي ممكن 4 فرص واربع او 5 فرص مؤكده برضو. يعني احنا لو بنحقق اهداف، ممكن الاربع اهداف يجوا من 4 فرص، لا الاربع اهداف جايين من 10 فرص، ودي برضو تحسب للفريق، وبرضو اكيد المدرب ذكي هيحاول ان يبقى في تركيز في انهاء الهجمه اكتر من كده والتهديف يكون اكتر من كده. طالما احنا بنقدر نحقق فرص كتير 10-12 فرصة في كل لقاء، فرص مؤكدة للتهديف بنسجل 4 بس، احنا ممكن المعدل ده برضه بال 10-12 فرص ده الاربعه دول يبقوا 5 و6 اهداف. التسديدات كمان يعني في حتى في السكاوتنج او في التحليل انت في اشواط بتطلع فيها انت عامل 6 تسديدات على المرمى، وده برضه رقم كبير مش صغير. ما كانش موجود. بالظبط. وسته تسديدات، السته ما بين القائمين اللي هي ايجابيه. بالظبط.
يعني في مؤشرات كويسه جدا. يعني احنا ذكرنا شوف التفاوت بين اداء النادي الاهلي في الفتره الحاليه والفترات السابقه في نقاط عديده، يعني حضرتك بتوضحها وانا بوضحها، ولكن في النهايه برضو الاستمراريه، وده عايز مجهود كتير من اللعيبه، وعايز الروح دي تكون موجوده، وده دور اللعيبه الكبار واللعيبه القدام في الفرقه، زي ما كنا احنا بنلعب مع لعيبه كبار وكانوا خالقين الجو والمناخ ده، كانوا يعني انت مش جهاز فني مسؤول، جهاز فني موجود وفي 6 لعيبه 7 لعيبه كبار كانه كوتش، مش بتدخل في عمل الكوتش، لا انا بقصد مسؤول عن هو بيبقى موجود في الملعب، ممكن الكوتش يكون بعيد، ممكن يكون الكوتش في حاجات تانية مش ملاحظها، مهم يعني الاجواء اللي داخل النادي يتحملها الجهاز الاداري والفني، وكذلك اللاعبين الكبار الفرق اللي عندهم خبرات، دول لازم يكونوا متحملين مسؤوليه كبيره سواء في التدريب او المباريات الوديه والمباريات، وده كان ما يميز النادي الاهلي في الاجيال اللي احنا لعبنا معاها، يعني اجواء كويسه، اللعيب الكبير كابتن الخطيب كان افضل لاعب، وكان ماتشات كتير ممكن يقعد احتياطي ومع الفرقه ما بيأثرش، ما بيظهرش ان هو يعني ده مأثر عليه ولا حاجه، وغيره الكابتن الله يرحمه الكابتن ثابت والكابتن اكرام والكابتن مصطفى يونس، يعني الحقيقه يعني كانت الاجواء كويسه جدا، ودي بتبقى بتخلق اجواء حتى للعيبه مهمه، في اللعيبه الجدد اللي داخله على الفريق لما بتلاقي الالتزام ده والاجواء ده، هو حتى لو في مشاكل عنده في سلوكه هتلاقيه سلوكه بيتعدل، لانه عايز شايف القدوة قدامه ملتزم، هو بيحاول يكون ملتزم، وبرضه بيبقى التزام بيبقى من الكبير وبيبقى من الصغير، مهم جدا القدوة دي تكون متحملة المسؤولية بشكل كبير، لأن عليها عبء كبير وعليها مسؤولية كبيرة، خصوصا في اللعيبة الصغيرة اللي هي داخلة جديد على الفرقة أو اللعيبة المنتقلة جديد من أندية أخرى، بيلاقي الأجواء، عشان احنا في نفس في النهاية الأجواء لما بتكون كويسة دي بتدي فرصة وبتخلي اللعيب وبتخلي الفرقة توصل لاعلى مستوى ممكن. انا ما اديش 70% من مستوى، لا انا عايز ادي 100% من مستوى. الاجواء فيها تفاؤل كتير قوي، واحنا قلنا نقط كتير ايجابيه الحقيقه، اتمنى استمراريتها في النادي الاهلي هتفرق كتير قوي ان شاء الله مع البطولات المحليه، وان شاء الله برضو يكون لنا نصيب في الحصول على بطوله افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب سؤال ممكن يكون سؤال مبكر شويه او لسه ما جاش اوانه، لان لسه المباراه يوم 19 اكتوبر فاضل لسه 13 يوم، لكن انا طبيعه نتيجه مباراه الزمالك واف سي مصر فرضت نفسها على السؤال، يعني تعادل الزمالك والمباراه القادمه بين الاهلي والزمالك. الاهلي متصدر ب9 نقاط والزمالك في المركز الثاني ب7 نقاط، وبيراميدز ايضا النهارده تعادل مع طلائع الجيش واصبح 7 نقاط. الزمالك متعادل، الاهلي كسبان، الاهلي عامل سكور، الزمالك نتائجه الفتره الاخيره يعني مكسب مباراتين 1-0 1-0 وتعادل. ده انطباعك حضرتك، يعني انطباع حضرتك ايه على هذه النتائج وانعكاسها على مباراه القمه؟ أنا هرد عليك يعني بحيادية وبصدق، يعني بصرف النظر عن انتماءاتنا. ده مهم جدا المعلومة تبقى صحيحة عشان الجمهور يبقى سامع صح. لا ما أحيانا ممكن يكون حد انتمائه يأثر على رأيه يعني، لا أنا بتكلم بحيادية. إن شاء الله يعني. بإذن الله. لا الزمالك واضح إن فيه مشاكل كتيرة. أداء مش أداء فرقة بتنافس أو هتنافس على البطولة. أنا شايف إن فيه مشاكل. الأجواء، شوف عم بنتكلم عن الأجواء تبقى جوه شكلها إزاي؟ عشان تخلق جو جيد ده عايزه مجهود كبير، ويعني من كل من مجلس الاداره من الجماهير اللي بتحضر المباريات، كل واحد ليه دوره بيعمله بشكل جيد، في النهايه بيخلق اجواء كويسه. انا شايف الاجواء دي مش متوفره في نادي الزمالك، ودي اللي هي المأثره على الاداء، وشايف الاداء هم بعيد عن المستوى الفني بعيد برضه. طب هي مباراه القمه في مشكله، انا حاسس في مشكله. طب هي مباراه القمه ليها حسابات خاصه، ولا الامور التعادل او مكسب مباراه ممكن بيأثر على الفرقتين قبل اي مباراه؟ يعني مثلا اي محلل فني قبل مباراه القمه بساعات هيمسك ورق الاهلي وورق الزمالك، هيقول لك الاهلي كسبان 3 مباريات، الزمالك كسبان مباراتين ومتعادل، فالنتائج لا كفه الارجح. هل ده بيبقى مقياس ولا مباراه القمه لها حسابات خاصه؟ هو بص التقييم من سؤالي هو يعني ماشي. انا التقييم مش هقول الاهلي وزمالك اكبر ناديين في مصر في تنافس. انت لما تيجي تقيم مباراه هتقيم الفتره القريبه من المباراه، يعني تقدر تقيم ده التقييم الحقيقي، وتقدر تبدي برايك بقى. تمام. انا ما اقولش الزمالك القطبيه الكره المصريه والمباراه ليها حسابات لا، بس انا اللي انا حاسه او اللي انا شايفه رؤيتك الفنيه. بالظبط. لا في فرق كبير في المستوى الفني بيننا وبين نادي الزمالك. يعني خد بالك التعديل مش بسهوله، الاجواء اللي بتخلق فريق كبير فريق بطولات دي ممكن عايزه سنين وعايزه تاريخ كبير. انت اللاعب اللي داخل من خارج النادي وداخل، لا انت داخل على نادي تاريخه كبير واسم كبير،
ده الاجواء الاوادي بقى لها يعني من 1907 يعني مظبوط. مش بسهوله الاجواء ان تخلق اجواء او تغير اجواءك. انا شايف الزمالك حتى لو الفتره دي في يعني النهارده مثلا في بتاع 13 يوم او 12 يوم باقيين على المباراه يوم 19 مباراه 19 اكتوبر فهي لا انا شايف برضو في صعوبه. انا شايف مشكله الزمالك كبيره. انا رايي بحياديه وبصدق مشاكل فنيه لا واجواء النفسيه في الفرقه حتى البديل النهارده الزمالك احيانا انت بتبقى غير موفق بس عندك روح قتاليه واراده وصفات اراديه بتلعب بيها بس مش موفق انما غياب الاثنين دي كارثه يعني. طيب انت مش موفق وعندك مفيش صفات اراديه مفيش تصميم على الفوز. طيب اجابه حضرتك يعني دول اثنين مش موجودين في الزمالك. طيب اجابتك ممكن تدي ثقه لدى الجمهور ان المباراه قد تكون سهله. انا كمدرب بقى ازاي انا كفي الاهلي اخلق الدوافع ان المباراه صعبه ان المباراه ملهاش حسابات ان المباراه لازم اكسبها ايا كان نتائج المنافس اخلق ده ازاي بقى في فرقه النادي الاهلي؟ طبعا هي الاجواء توافر الاجواء. انا شايف ناجحين الفتره ديت. الفتره مش هيبقى فيها مباريات رسميه مش كده يعني الفتره لحد مباراه الزمالك ما فيش مباريات رسميه في توقف لان الاجنده الدوليه المنتخب عنده مباراه وديه يبقى فيه اهتمام وفي جديه والراجل رد علينا او هو عمل حضرتك قلت في بدايه الحلقه انه ما خدش اجازه وبدا تاني يوم مع التدريب ممتاز مظبوط تصرف ممتاز. انا مهم جدا يبقى المدرب ممكن واحد يكون لعب كوره ودرب سنين طويله ما عندوش المدرب لازم يكون ذكي وعنده حس تمام ويقدر يكتشف الحاجه هو عنده حس بالاجواء اللي هو فيها طبعا هو عارف انا ادي اجازه ليه ونتاخر شويه خطوتين لا نبدا من اول يوم واحنا بيفكر في مباراه بعيده بس بيفكر فيها من النهارده والاجواء يخليها دايما فيها حماس وفيها روح كويسه لا كويس حاجه جميله ما يصدرش لعيبته حتى ان المباراه لا 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 سهلة لا والمباراه بعيده واحنا متفوقين مش مشكله ناخد يوم او يومين اجازه لا تصرف ذكي جدا انا حبه بصراحه وحاسس بيه قوي يعني قرارات كويسه قد يكون واحد يقول لك ايه المشكله يعني ياخد لا هو بيبص لقدام هو ليه هدف هو مش مساله يوم اجازه والتدريب يعني ال 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 الوحده التدريبيه اللي هياخدوها في اليوم ده اللي هتاثر خلال ال 13 لا هو عامل نفسي هو عايز يحسس اللعيبه لا انا بعتمد عليكم في لعيبه في المنتخب انتوا مش اقل منهم واحنا بنعتمد عليكم هم اساسيين وقال الكلمه دي في المؤتمر الصحفي وانتوا اساسيين شوف يعني حاجه جميله وعلى فكره اللعيب الكويس اللي عايز يبقى كويس وعنده روح كويسه وعنده طموح وعنده رغبه وداخل في التنافس وعنده هدف عايز يحققه هتلاقيه سعيد انه ما خدش اجازه تمام عارف احنا في الفترات اللي زي دي ممكن لعيب زينا في الفتره دي يروح في اليوم ده لا يروح يتمرن وكانت بتحصل في لعيبه في لعيبه بشكل فردي لا انا حاسس ان انا بعيد وبقى لي فتره او مش ما بلعبش بشكل اساسي لا انا محتاج تدريب برضه اللعيب لازم يكون ذكي يعني كنت دايما انا وعلاء نعملها دي دايما كابتن علاء ميهوب بنخش الجيم حتى الله يرحمه الكابتن فؤاد شعبان مره بقى يقف لنا احنا الجيم كنا في الممر دوت نخش من الممر ويقف يقول لك لا ما خلاص ما ونخش من باب نخرج بره المدرجات من بره ونلف انا وعلاء حملناها كتير ونخش نتمرن شويه كده مش يعني مش يعني 10 دقائق 8 دقائق 10 دقائق حاجه معينه بالظبط انت حاسس وكانت بتفرق معانا يعني اقصد اللعيب اللي هو بياخد الامور بجديه وعايز يعني عنده طموح وعنده اراده وعنده اهداف هيبقى سعيد ان الراجل فعلا من اول يوم دخلنا في التدريب لان في نقطه ما تنساهاش قد يكون في الفتره دي لعيبه راحت المنتخب وفي لعيبه جزء كبير من اللعيبه برضو عندها امل وطموح انها كانت تتاخد بره لا هو لا تعالى انت هتتمرن انت مهم عندي فبيلغي موضوع لعل وعسى ممكن يجي له احباط روح المعنويه تقل شويه لا الراجل ذكي جدا هو ممكن فعلا اللعيب يحس ان لو المدير الفني خد اجازه يومين ثلاثه وادى الفرقه اجازه يومين ثلاثه ورجع يتمرن معاهم حوالي اسبوع قبل مباراه القمه او بعد عوده لعيبه الدوليين من المنتخبات ده ممكن يوصل له رساله انه فعلا هو مهتم بالمجموعه اللي راحت المنتخب والمجموعه دي الاساسيه بالنسبه له فانا بس ايام بتمرن كده لغايه لما تيجي المجموعه الاساسيه بالظبط لا الراجل ذكي جدا لا اللعيبه ممكن تحس بده فعلا طبعا هو مجرد ما قال لهم في تمرين وعندنا مباراه مهمه وكذا وكذا كويس حاجه كويسه حاجه كويسه لانه انا مش عايز ادي له اجازه ويقعد في البيت يفكر او يوم او يومين وانا كان امل يروح المنتخب وانا يعني دي ممكن تاثر لا ده جابهم لا خلاص ده بيدخلهم تاني في المهمه وبيدخلهم في التنافس وبيدخلهم هو وصل لمرحله من الناحيه النفسيه جيده
ما يقللهاش، لازم احافظ عليها. لا انا عاجبني المدرب جدا بصراحه. وفيهم لعيبه كمان كبيره يعني بنتكلم كل قراراته صح، كل قراراته الحمد لله. الحمد من ناحيه النفسيه ومن ناحيه الفنيه ومن ناحيه التشكيل والتغيير، عامل اجواء. اتمنى يا رب يكون في استمراريه زي ما قلنا، دي نقطه مهمه جدا. كمان اللعيبه اللي موجوده بنتكلم في وليد سليمان، وليد ازارو، في ياسر ابراهيم، لا احنا بنتكلم في مجموعه حسام عاشور، لا في مجموعه كمان يعني اللعيبه دي لعبت كتير مباريات قمه ومجموعه اساسيه تقريبا كلهم دوليين، تقريبا كلهم دوليين. عناصر مهمه. طبعا ما فيش شك. شريف اكرامي، وشريف اكرامي طبعا في حسن مرمى، شريف اكرامي وعلي لطفي، وعلي لطفي يعني يعني معظمهم لاعبين دوليين. يعني حتى حسين الشحات وقفشه موجودين في المنتخب الاول، رمضان صبحي في المنتخب الاولمبي، صلاح محسن منتخب الاولمبي، ولا عندك عدد كبير جدا سواء اللي موجود او اللي مش موجود، اسامي كبيره ولاعيبه دوليه. فعندنا فرقتين يا كابتن محمود. انا لو باخد القرار وتبقى ثلاث اربع لاعبين، مجموعه في الفريق الاول، مجموعه في الفريق الاولمبي، هجيبهم وامرنهم، اهتم بيه كانه لعيب اساسي عندي. عشان اللعيب البني ادم ضعيف ممكن يتاثر، خد بالك يعني ممكن في لحظه يفقد روحه المعنويه او يفقد ثقته في نفسه. في لحظه لعيب كبير ونجم كبير ممكن يضيع فرصتين، يفقد ثقه في نفسه في المباراه. فلازم انت النقطه دي تخلي المعنويات والحاله النفسيه دي تبقى حاضر. في القمه في القمه مع الجانب الاخر البدني والفني، يعني كل دوت يعني مع جاهزيه اللاعبين وكلهم يكونوا في وضع استعداد وفي حاله في مستوى عالي كلهم، وفي تنافس بينهم مين يلعبوا. دي جميله جميله. لا الراجل عامل اجواء كويسه جدا جدا. طيب ده بالنسبه للدوري المحلي والفتره الجايه بالنسبه للنادي الاهلي. طيب بالنسبه للبطوله الافريقيه، قرعه دوري ابطال افريقيا ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي، والمستويات او الفرق اللي موجوده فيها مستويات كبيره. الاهلي هيكون طبعا مصنف ترتيب اول، مصنف ايه، فهيكون على راس مجموعه، ممكن بقى يكون مع الرجاء، اتحاد العاصمه، فيتا، على حسب بقى التصنيف الفرق الثانيه. شايف البطوله الافريقيه السنه دي ازاي، وتوقعاتك لشكل المجموعه اللي ممكن يكون فيها النادي الاهلي، وتفضل تكون مجموعه فيها فرق من شمال افريقيا، فرق عربيه، ولا الفرق الافريقيه افضل؟ هو لو فيها مزيج افضل. مزيج انا قابل الفرق في المجموعات ما بين فرق افريقيه وفرق، يبقى لعبت في الاجواء دي ولعبت في الاجواء دي. وانت ممكن مثلا قابلت الترجي بقت في مجموعتي. لا الترجي مصنف برضه في نفس التصنيف معايا، فمش هيبقى معايا. ماشي. في ايه؟ في الوداد، يعني في الرجاء، في الرجاء، في اتحاد العاصمه، في شبيبه القبائل، في الهلال السوداني. تمام. يعني انا حابل في النجم الساحلي. تمام. يبقى انا العب في الاجواء دي والاجواء دي، يبقى افضل. ما فيه في مزيج، انما تبقاش كلها من افريقيا السمراء، يعني من بعيد عن ممكن يقول لك ايه، لا نبعد عن الفرق. لا بالعكس، انك تنافس مع فرق في دوري المجموعات مع فرق قويه يكون افضل، والمزيج ده بيكون افضل. انا برضو لما اروح العب الرجاء في المغرب اتعودت على الاجواء شويه، على المناخ شويه، على الجماهير. لما اجي اقابل الوداد مثلا في السيمي فاينل او الفاينل، افضل ما اقابلش الرجاء. يعني مقابلتي للرجاء مثلا في دوري المجموعات او الوداد، وهقابل احدى الفرق المغربيه او حتى شمال افريقيا في تونس او الجزائر، يبقى تكون افضل. خصوصا الجزائر، الجزائر اليوم اجواء غريبه وصعبه جدا، تشجيع جنوني وتعصب جنوني، وهتلاقي المعامله فيها صعوبه شويه من الجمهور والناس اللي في الشارع، يعني اجواء صعبه. طب ما انا اقابل فرقه من الجزائر في دوري المجموعات، لان انا عندي لعيبه ما عندهاش خبرات، وعندي لعيبه داخله على النادي اول سنه ليها، ما تاخد على الاجواء. انا لما اكون السفريه الثانيه ولا السفريه الاولى للجزائر؟ الثانيه تبقى احسن. بس بس فالمزيج يكون افضل. طيب بنحط في المقياس وفي الافكار انك تكون فرق شمال افريقيا عشان المسافات تبقى قريبه، لان ضغط الدوري مع اول مباراه في افريقيا هتبقى 30/11، واخر مباراه في دور المجموعات تبقى في نهايه يناير او اول فبراير، فشهرين ثلاثه دول هيبقى فيهم ضغط ماتشات ما بين افريقيا ومحليه كتير جدا. فالتوقيت ده لما تلعب مع فرق من شمال افريقيا المسافات السفر هتبقى قريبه، بنتكلم في 3 ساعات الى 5 ساعات، لكن لو فرق افريقيه فيتا الكونغولي بنتكلم في 7 8 ساعات سفر، فريق مثلا في زيمبابوي او في جنوب افريقيا بنتكلم في 9 ساعات او 10 ساعات سفر. بتقيسها ازاي برضو؟ يعني تحب او تحبذ ان يكون المسافات قريبه ولا تبقى المسافات بعيده يعني؟ لا طبعا المسافات قريبه تكون افضل. بس انت مش ضامن دي، ما انت اكيد هتلاعب فرق من المسافات بعيده ويبقى فيها مجهود. بس احنا بقالنا ساعه بنتكلم، الراجل عامل حسابه كده ولا مش عامل حسابه؟ من دلوقتي واضح مستر فايلر اكيد بيحضر مجهز كل الفرق. فانت ما تقلقش من النقطه دي بالظبط، موضوع الروتيشن ده وتبادل اللاعبين ده، تدوير اللاعبين ما تقلقش عليه. والمستويات المتقاربه مع بعضها
مفيش مشكله، بس انا كان رايي ان الشريف ياخد ماتشات يعني فات اكرامي. يعني اعتقد هو بقى هو ليه حسابات، ممكن هو عايز يعني ان الشريف، بس تحديدا مركز حراسه المرمى بيبقى معروف في العالم كله فيه ثبات في هذا المركز تحديدا، بس لازم في وقت تاخد في وقت. انا ده رايي الشخصي، جاز في المستويات العاليه قوي في اوروبا ممكن بيحاول يثبت، بس لازم ياخد لازم حتى ياخد. حارس المرمى مرتبط اداؤه بطريقه اللعب، الاحساس والاحساس مع الخط الدفاع والكلام معاهم وعارفين الاحساس الاحساس، لان المباريات الرسميه بيبقى فيها ضغوط عصبيه ونفسيه مش متواجده في التدريب ولا في المباريات الوديه. وانا ليه فاجئ انا شريف اكرامي مثلا يقعد له 3 4 شهور ما بيلعبش مباريات فيها ضغوط وعلى نقطه وعلى تنافس، وفاجئه انا او ظروف تضطرني يعني لا قدر الله حد اتصاب ولا حاجه واضطر اللاعب او حارس المرمى ان ياخد التجربه. شريف بخبراته اعتقد ماشي. ممكن يتخطى ده بالظبط ماشي اوكي، بس برضو الاحساس مهم يعني انا شايف ان هو يعني، بس هو في نقطه ممكن يكون بيفكر فيها احسن مننا او الظروف بتخليه ياخد قرار احسن مننا، ان ممكن يكون شايف ان مش ده التوقيت ان شريف اكرامي جاهز 100% يقدر يديله، انا هديله بس مش دلوقتي. ممكن هو شايف من خلال التقرير بقى اللي بيكتبه له مدرب الحراس، طب ايه شريف ايه رايك ياخد الماتش ده، الماتش ده ممكن يكون الفرقه اداء متوسط ويقدر ياخد الخبره وياخد الثقه في المباراه دي. ممكن التقرير اللي بيكتبه له شفهي او مكتوب مدرب الحراس، لا انا شايف البديل لا نستنى شويه عليه. طيب اختم معاك واسالك سؤال توقعات او استطلاع راي كده من حضرتك. المجموعات هتكون 4 مجموعات، كل مجموعه فيها 4 انديه وفي النهايه هم 16 فريق. التصنيف الاول الترجي، الوداد، مازيمبي، الاهلي. فخلاص الترجي، مازيمبي، الوداد مش هيكونوا مع الاهلي في دوري المجموعات. لكن في التصنيف الثاني بنتكلم النجم الساحلي، اتحاد العاصمه، حتى الان الزمالك، سان داونز. مين من الاربعه شايف انه يكون موجود في مجموعه الاهلي؟ سواء النجم الساحلي، الزمالك، اتحاد العاصمه، سان داونز. بتتكلم على المستوى الثاني. ده المستوى الثاني اللي هيكون حد منهم معاك في المجموعه. في النجم الساحلي واتحاد العاصمه والزمالك. والزمالك وسان داونز. الزمالك حتى الان يعني طبعا عشوائيه يعني وانا كلامي اجابتي هتكون عشوائيه. او تفضل انا افضل افضل اخد اتحاد العاصمه. اتحاد العاصمه الجزائري. ليه بقى؟ احنا قلنا اتكلمنا في ساحه حديث. طيب الاجواء اللي في الجزائر صعبه اتعود عليها. طيب المستوى الثالث في الرجاء المغربي، زيسكو الزامبي، فيتا كلوب الكونغولي، الهلال السوداني. ايهما تفضل ان يكون موجود مع النادي الاهلي؟ الرجاء وزيسكو فيتا والهلال. والهلال فيتا كلوب اللي ده الكونغولي اللي كان مع الاهلي السنه البطوله الماضيه في دوري المجموعات. اخد رحله صعبه برضه، اخد الكونغو. فيتا فيتا كلوب. فيتا كلوب طيب المستوى، لان خد بالك انت في حاجات ممكن تعملها، هو الراجل ما عندوش خبرات في المسافات الطويله، عندهم بقى المسافات بس خدها في رحله كينيا، كانوا سبورت الغيني الاستوائي 12 ساعه كانت اكثر من كده كابتن محمود 12 ساعه سفر كانت خلاص لو التجربه بدنيه خلاص طالما اخذ طيب. فكره يبقى خلاص. طيب اخر حاجه بريميرو دي جوستو الانجولي، بلاتينيوم الزيمبابوي، بيترو اتلتيكو، شبيبه القبائل. بطل انجولا بريميرو دي اغوستو. احنا لو ما خدناش اتحاد العاصمه ناخد شباب القبائل. شباب القبائل ناخد خبره برضو، لازم انا اتمنى يكون فرق يعني الجزائر معانا. دي نقطه مهمه، الاجواء صعبه جدا في الجزائر. انا سجلت عندي وهكلمك يوم الاربعاء اقول لك بقى صدقت ولا قلشت مننا. تمنيات بالظبط كده. كابتن محمود صلاح انا بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق ليك يا رب في ادراك شاف المواهب، ونشوف حاجات مميزه الفتره الجايه. سعيد كنت مع حضرتك. انا اسعد يا كابتن محمود والشرف ليا. شكرا جزيلا. حلقه كانت مهمه جدا والفقره كانت مهمه جدا مع الكابتن محمود صالح مدير اداره شاف المواهب، وحديث فني عن المرحله القادمه، شكل الفرق في الدوري العام، المنافسه في الفتره اللي جايه، مباراه الاهلي والزمالك بالمقاييس والمعايير في بدايه اول 3 اسابيع في الدوري العام، بطوله افريقيا وقرعه المجموعات، وكان هناك رؤيه للكابتن محمود صالح في المجموعه اللي ممكن تكون مع النادي الاهلي في البطوله الافريقيه القادمه. بشكر حضراتكم على حسن المشاهده والمتابعه، والتقي على خير بكم باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.